قصات الشتورة تأسست بسنة 1919 2005 اجت راودتنا فكرة نعمل مصنع بيرة لحتى استكملت دراسة معمل البيرة وقدرنا نفذناه المشروع مع أكبر شركة مصنعة لمعامل مصانع البيرة وهي شركة ألمانية. حبينا نضيف لإنتاجنا نوع البيرة يلي هو فينا نقول بكل فخر هو بيرة 100% لبنانية. الفكرة وراء بيروت بير هي إنتاج بيرة بريميوم لبنانية. حتى نقدر نعمل بيرة بريميوم بدنا مي سوبر نقية، بدنا مولت جاية من أحسن الحقول بأوروبا مثل فرنسا وفنلندا. بدنا خميرة قوية حتى تقدر تعمل شغلة وتعطينا البيرة وتعمل الشيب تبع البيرة، وبدنا هوبس جاية كمان من أحسن الحقول بالعالم من ألمانيا حتى نقدر نعطي هالمرورة للبيرة وحتى نقدر نحافظ عليها لمدة أطول. منبلش بالطحن مع مي سخنة، المي السخنة والشعير بيروحوا على الماشطن لنبلش بعملية الماشينج يلي هي كناية عن نقع الشعير على درجة حرارة محددة. ننقل الشعير على خزان اسمه لوترتان يلي هو بفلتر الشعير من العصير، والعصير بيتاخد بينغلى بقلب خزان. بعد الغليان نحن بدنا نبرد البيرة حتى نقدر نزيد للخميرة. بعد عملية التخمير يلي بتاخد بين 4 و5 أيام في عنا عملية اللاجرينج يلي هي لما نبرد البيرة لدرجة تحت الصفر. بهالطريقة منخلي الخميرة ترقد بكعب الخزان لنقدر نرجع نسحبها نستعملها مرة تانية، وحتى البيرة تصير نقية أكتر تصير هينة للفلترة نرجع نقدر نعبيها بطريقة سموث. My name is Frank Bonick. I am coming from Germany, living in Germany, and I'm working for a company Krones. This is one of the famous companies in the world producing equipment for breweries. The most system what we are using is our Botic system. This was developed by our company. It's a complete brewery what we installed here, beginning from everything from malt intake until brew house, CRP is a cleaning system, the fermenting, filtration and bottling of the beer. الباتلينج ماشين اللي عندنا اليوم هن اخر تكنولوجيا موجوده جبناهم من كرونس من المانيا، موصولين على البروري على 250 متر سبيس بفايبر اوبتيك كيبل ليكون عندنا السينيال ريل بيناتهم. كانينج بروسيس هو ذات شيء، بنغسل الكانز بنفوت على فيلينج من بعدها باستورايزيشن اكيد بالاكيوريت باستورايزر اللي عندنا اياه. منروح من بعدها ما عندنا ليبلينج ستيب، منروح دايركتلي على الباكجينج. هون بنكون بنايلون فيلم وتري لانه اللايت ما راح ياثر، نحن دجا بكان الاوبريترز اللي عندنا دائما عم بيعمل لهم تريننج، عم بيشتغلوا على المكانات ليعملوا احسن طريقه لتفعيل المكانات تشغيلها. بنتبعها بسكجول لوبريكيشن للمكانات، سكجول مينتننس. هون شغلتي اني اخذ سامبلز من البروري. نحن السامبلز بناخده كل ساعه بعد الباستورايزر لحتى نقدر ناكد اذا الباستورايزر ماشي مزبوط. بس يجي السامبل لعنا على اللابوراتوار بنعمل فيلتراسيون سوفييت، بنكون عم نشتغل حد النار كمان لحتى يكون المليو كله ستيريل حوالينا. ووتر تريتمنت هو شيء كثير اساسي عندنا بالمعمل، ممنوع يفوت نقطة مي بلا ما تكون تريتد. بنفوت على RO system reverse osmosis اللي هو state of the art لنكون أكثر شيء قراب من بيلسنر ووتر، لنشيل كل الأيونز من المي نقدر نطلع بيرة طيبة.
جربنا نعمل بيلسنر راجر بير فريش لايت وبتمشي على الذوق اللبناني. احنا نقينا نوعية شعير بريميوم من اوروبا بيلسنر مولد، بس نقيناه بيل بيلسنر مولد ليعطي هاللون الفاتح لبيرتنا. النوع اللي سقات الاتيكات نقيناه هون على ورق فضي مات لنعطي بريميوم لوك. عمل ديزاين مودرن عصري اكثر ليعطي قيمه للماركه اكثر. عم نعمل بيره لبنانيه مميزه جدا، وبفتكر ما في مدينه بالعالم مميزه قد مدينه بيروت، وبيروت هي عن جد بتشبه كثير بيرتنا. والله كان عنا احسن فريق عمل ممكن يكون موجود بلبنان، يعني من الناس اللي اشتغلت على الطبخه اللي راحوا على المانيا تمرنوا عليها للطبخة، من الناس اللي ركبوا، من فريق العمل اللي ركب، بشكرهم واحد واحد عن جد. يعني ما بدي بلش سميهم، بس عملوا شغل بياخد عمل. All my job is done and time to go home. بياخد عاد كاسكو.